للمزيد ينضم إلينا من مدينة العالمين الجديدة مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. أهلا بك محمود، ضعنا في آخر فعاليات المهرجان ومدى الإقبال الجماهيري. بعد التحية، يعني ربما بدأ العد التنازلي لاستقبال حفل القيصر الفنان كاظم الساهر بعد إعلان الصفحات الرسمية الخاصة بالقيصر على مواقع التواصل الاجتماعي بإعلانه عن الجولة القادمة للقيصر العالمية، ستكون من هنا من مدينة العالمين الجديدة، سيكون بها عدد من الذكريات والأغاني القديمة الخالدة مع الألبوم الجديد ومع حالات الحب وأغاني الحب الجديدة التي سيطلقها الفنان كاظم الساهر على مسرح منطقة الأرينا في مدينة العالمين الجديدة. وربما علمنا اليوم أيضا أن الاستعدادات بدأت بتجهيزات مخصصة وباستعدادات خاصة داخل الأرينا لاستقبال هذا الحفل الكبير، لأنه من المتوقع أن يشهد عدد كبير من الزائرين ومن المحبين للقيصر. أيضا يوم الجمعة القادمة حفل الفنانة الكبيرة مجد الرومي بحضور الموسيقار العالمي نادر عباسي، وربما أعلن الموسيقار نادر عباسي عن بدء الاستعدادات لهذا الحفل وبدء البروفات الفنية لهذا الحفل بدءا من اليوم. فنحن نتحدث عن الأسبوع الثاني الهام من الفعاليات الفنية والغنائية الخاصة بمنطقة الأرينا، بالإضافة بالطبع إلى الفعاليات الأخرى التي ستنطلق ربما اليوم في مساء هذا اليوم بعروض ثقافية تابعة لوزارة الثقافة بفرق التنورة والفنون الشعبية، بالإضافة إلى أنه غدا أيضا سيكون يعني انطلاق البطولات والفعاليات الرياضية في مدينة الألعاب الرياضية التي جهزت بشكل كامل لاستقبال كل هذه الفعاليات. ربما في الحديث عن حالة الإقبال والزائرين، رصدت منذ قليل حالة الإقبال من الزائرين على الممشى السياحي الذي نتواجد به والتقاط الصور المختلفة مع يعني الأبراج ومع بحر العالمين الجميل، بالإضافة أيضا إلى الإقبال على الشاطئ العام الذي خصصته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للدخول بالمجان. فكل مكان في مدينة العالمين الجديدة أصبح يستقبل كل الزائرين وكل رواد هذه المدينة الساحرة الجميلة للاستمتاع بكل شيء في مدينة العالمين الجديدة، سواء بالمشروعات العمرانية المصممة على أحدث طراز معماري منها المدينة التراثية التي ستستضيف هذا الأسبوع عدد من الحفلات الفنية، وربما أيضا ستستضيف فرقة طبلة الست، بالإضافة أيضا إلى منطقة الأبراج المميزة على الممشى السياحي. وكنا أيضا نرصد بعض الزائرين المتواجدين في منطقة سكوير في المنطقة الترفيهية للاستمتاع بكل الخدمات الموجودة في مدينة العالمين الجديدة. وربما يعني بالتأكيد سنتابع معكم كل ما هو جديد من الفعاليات التي ستنطلق في مساء هذا اليوم والفعاليات أيضا التي ستنطلق غدا في مهرجان العالم عالمين. شكرا جزيلا لك مراسل التلفزيون المصري محمود جميل على هذه الإفادة.